السلام عليكم لكل اللي عم يشوفونا بهالدقيقة بهالثانية من استديو الموزع الموسيقي الاستاذ جمال رامي من ألمانيا. بدأنا تحضير السي دي الجديد لعام 2018 بإشراف الفنان الكبير الاستاذ علي أحمد اللي عم يشرف على العمل، بس الله لا يعلق أحد بين إيديه. قد ما هو حساس يا ويلي دقيق يا ويلي، قد ما هو عم يعمل أجي لمصلحتنا، ورح يكون في بالسي دي اغاني حلوه كثير للاستاذ علي احمد كمان. ونحن دائما كما وعدناك انه رسالتنا صادقه بكل معناها، ورح نبقى معك صادقين. انتظرونا بال 2018. يعطيك العافيه.